في هذه السنة توفي السلطان قرى يوسف بن محمد التركماني، أصله من قبيلة الخرفان السود قرى قيونلو، أصبح زعيما بعد وفاة والده. استقل بدولة القرى قيونلو واحتل مناطق غرب إيران وتبريز. قام السلطان تيمور لنك المغولي بطرده عدة مرات، لكنه استطاع أن يتغلب على التيموريين سنة 807 هجرية واتخذ لقب السلطان. طرد الجلائريين من بغداد سنة 813 هجرية، ثم ضم أراضيهم إلى مملكته واحتل ديار بكر وأجزاء من جورجيا وشروان. في عهده وعهد ابنه قرى إسكندر من بعده دخلت دولة القرى قيونلو حروبا عديدة مع جيرانها في مناطق كردستان، كما حاربوا التيموريين في بلاد موراء القفقاس. توفي قرى يوسف بعد أن حكم قرابة 30 سنة.